السرعة يدخل حمزة يبحث عن كرة العمق البحث عن زيزو من كرة جول زيزو هذه اللعبة أحدث ثم بالجد في القائمة الثانية كان يفعلها وصل متأخرا لأن فرق من مصر الجاني ساسي لذلك حالت خطأ آخر من رؤوف الدين مرة ثانية خطأ أول ثاني ثالث رابع الرمضان أمامنا محمود عبد الرحيم قبل الشريد أن يخرج الرمضان من تركيزه في هذه ركلة الجزاء التي يتولى تنفيذها بعد شوية من دون أي احتجاج لأن تكون فاهمة بأن الركلة الشرعية وركلة الجزاء التي سقطها حكم المباراة في المباراة تركيز كبير من محمد علي الرمضان وتركيز كبير من الحكم سيد سيكاسي على محمود عبد الرحيم قلش هذه الركلة هل سيفعلها بالرمضان أم سيفعلها قلش من هنالك بالرمضان وقلش في ركلة الجزاء الفرصة الثانية لعناصر الترجي لتسجيل هدف ثاني وإنهاء الشوط الأول بتفوق الحكم يعطي كامل الوقت لبالرمضان ولقلش وقد يؤثر عليهما بالرمضان يستعد لسدد كورة جول ابن رمضان يمنح التفوق للترجي عند الدقيقة الرابعة والأربعين على الزمالك يا سلام